يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأ بمحافظات القاهرة العظمى فيها 33، الصغرى فيها 23، الإسكندرية 29 21، مطروح 28 19، بورسعيد 29 23، الإسماعيلية 34 22. أما محافظة السويس العظمى فيها 33، الصغرى فيها 23، العريش 33 22، طابة 31 23، شرم الشيخ 35 25، الغردقة 34 23. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، أسوان 40 25، الوادي الجديد 38 21، شلاتين 33 23. أما محافظة حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 24. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. متابعين